الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. فينك كل ده؟ معلش حبيبتي كان عندي اجتماع طول شوية. يلا بينا نطلع ننام؟ لا مش عايزة انام. لا هننام. اوكي. هنام وارجع لك ماشي؟ على فكرة شكلك زي القمر. وشكلك كمان رجعتي فيروز اللي انا اعرفها. هديتي خلاص؟ اه يا حبيبي انا نسيت اللي حصل ده خالص. ماشي. راجع لك. يلا بينا. صورة جوزك ايه بقى؟ منورة على الجروب. توقعي بقى اي حاجة وما تتصدميش. طب اللي هيراقبه ده هيراقبه امتى؟ من بكرة. على فكرة انت كمان لازم تعملي كده. اعمل ايه؟ امشي ورا حد؟ لا معلش دي صعبة قوي دي. انا نفسي هعمل كده. ولا هي غلط ولا ايه؟ بصراحة أنا ما عنديش الجرأة دي. وبعدين هو لو عارف أكيد هيركبني الغلط، خصوصا لو هو طلع فعلا مش بيخني. ولا هتنزلي صورته؟ ولا هنزل صورته؟ سيد عبد الهادي كده في التاريخ موجود في الإدارة اسمه وليد فريد وائز. سيد عبد الهادي كده في التاريخ موجود في الإدارة اسمه وليد. إيه ده؟ إيه في إيه؟ هو قال طفل اسمه وليد فريد وجدي؟ أنا جوزي اسمه فريد وجدي. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.